وبأولى فقراتنا مشاهدينا رح نحكي عن سرطان العلاقات، خلينا نقول عنه هو الابتزاز العاطفي. كل العلاقات على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأشكالها أيضا بتمر بحروب استنزاف عاطفي، إن كان بقصد ومن غير، من ناحية الضغط بالعاطفة أو بالحب والمشاعر أو حتى بالعشرة والأصول من قبل شخص هو عرفان غلاوته عندك وبيستمر بالضغط عليك وبيعرف انه رغبتك هي ارضائه. اكيد يعفى، يمكن ابشع انواع الاستغلال ممكن يتعرض له الانسان هو الابتزاز العاطفي او التلاعب النفسي، حدا يتلاعب بمشاعرك وعواطفك، حدا يقلل منك، حدا يطلب دائما منك ويقول لك انه انت مفروض تساوي هالشيء. طيب سالتوا حالكم كم مره سويتوا اشياء انتم مو مقتنعين فيها او مو راضيين فيها بس كرمال ترضوا الطرف الاخر، او كم مره تغاضيتوا عن كثير امور خوفا انكم تخسروا هيدا الشخص، وكم مره سمحتوا لكثير من الأشخاص أنه تتعدى الحدود والمساحة الشخصية لإلكم؟ أكيد أنتوا بعلاقة سامة، بعلاقة غير صحية وسليمة نفسيا. طيب اليوم لنعرف أكثر مشاهدينا عن الابتزاز العاطفي وقد ايه له تأثير كبير على نفسياتنا وعلى علاقاتنا الاجتماعية، تفاصيل كتير مهمة. مع ضيفتنا لسات معنا ضمن الاستوديو الدكتورة غالية سعيد، الدكتورة في علم النفس. صباح الخير. يا صباح الخير وسهلا. يا أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. صباح نور. يعني اليوم لما بنقول ابتزاز عاطفي يعني يمكن له هو عدة نواحي وعدة أساليب وعدة مفاهيم كمان بنفس الوقت، لهيك خلينا هيك نوضح شو هو الابتزاز العاطفي. اولا حبيت كثير المصطلح اللي اطلقتوه عليه هو سرطان العلاقات. هو عن جد الشيء السام الخبيث المؤذي اللي بيتدخل بصلب العلاقه وبيبلش وبيعمل فيها تشققات وترهلات كثير كبيره الى ان ينهي العلاقه يعني بطريقه كثير مؤذيه، سواء كانت علاقه صداقه او علاقه ابوه مع اطفال او حتى علاقه عاطفيه بين شخصين. الابتزاز العاطفي، التلاعب العاطفي، نحن مثل ما بنقول هو نوع من انواع الاذيه العاطفيه النفسيه يلي بيمارسها شخص على شخص اخر، او ممكن يكون طريقه مبتذله سيئه بتحمل كل المشاعر البشعه، بتحمل كل التحديات، التلاعب، الاذى للطرف الاخر. طبعا الدافع الاساسي او المقوم الاساسي لها هو الحب، لانه العلاقه الابتزاز العاطفي او التلاعب العاطفي ما بيكون قائم الا على كما يهيئ للشخص اللي عم يتلاعب فينا عاطفيا. القاعده الاساسيه هي الحب، انا بحبك، انا بدي اياك، انا بودك، انت بتعني لي كثير، وبناء على هذا الشيء ببلش بيرمي او بيلعب بالاساسيات تبعاته. هذا الشخص هو بيتلفظ فينا بالفاظ، بمواقف، باساسيات، بيستغل مشاعرنا، بيستغل مواقفنا، دائما بجندنا لخدمته تحت اطار لاني بحبك، لانك بتهمني، لانه لازم حافظ على هي العلاقه. طبعا التلاعب العاطفي هو حاله كثير خطيره، سامه جدا، ممكن تودي فينا اذا كنا الاشخاص المبتزين لكثير تداعيات نفسيه سيئه، احداث مؤذيه، اشياء ما منحبها، وممكن بنهايه خلينا نخسر هاي العلاقه ونطلع بعدين بازمه نفسيه. تمام. هلا نحن لما نقول ابتزاز عاطفي مو شرط نكون عم نحكي بس عن علاقه عاطفيه معينه، لا ممكن تكون علاقه صداقه او احيانا ببعض الاوقات بعلاقه الاسريه. طيب صحيح. اذا بدنا نركز على صفات الشخص اليوم المبتز عاطفيا، هلا اكثرهم بيكونوا اشخاص طماعين، نرجسيين، دائما يمكن بيركزوا بيطالعوا منك نقاط الضعف الموجوده فيكي، ويمكن في كثير مثلا بيقولوا لك انه مثلا طلب انه بدي اعطيني عيونك، اعطانا عيونه بلا حواجب. شوف يعني ابسط مثال تماما. فقد ايه هدول الاشخاص اليوم عندهم صفات احنا قادرين من خلال تعاملنا معهم انه نكشفها، ويمكن احيانا ببعض الاوقات احنا ما نكتشف، يمكن هذا الاصعب. تمام. قد ايه انت مثل ما تفضلتي اضافه لكلامك قد ايه صعب انه نحن نتعامل مع الشخص اللي عم يبتزنا، لانه نحن يستحيل للوهله الاولى اذا ما كنا منتبهين او سمعنا لنقدر انه هذا الشخص هو عم يعمل علينا ابتزاز. نحن يهيئ لنا للوهله الاولى انه هذا الشخص شخص كثير بحبنا، كثير عم بحاول انه يكون قراب منه، ما بيقدر، منقول بالعامي ما بيقدر يتخلى عنا، يعني شايفين هذا الشخص بيموت اذا انا ببعد عنه. صحيح. للوهله الاولى بناخذها انه حب، تعلق، احساس كثير عالي بالمشاعر، لكن فيما بعد رح نعرف انه هذا الشخص المبتز مثل ما تفضلتي إضافة لبعض هدول الصفات هو بيكون حدا مبتذل ومستغل، يعني عم يستغلنا كليا بما يعني أي شيء موجود فينا. هذا الشخص للأسف هو ما بيكون من النطاق الخارجي، هو بيكون من أكثر
اكثر الناس المقربين لنا. مثل ما قلنا ممكن ما يكون بس علاقه عاطفيه زوجين او شريكين، ممكن يكون صديقك بالعمل، ممكن يكون احيانا طفلك حتى بالبيت عم يعمل عليك استغلال وابتزاز عاطفي، ممكن احيانا ام او اب يعني اسفه لهذا الشيء، لكن حتى احيانا بعض الامهات والاباء ممكن يعملوا هذا الاستغلال العاطفي والتلاعب مع اطفالهم او مع ازواجهم او مع حتى مع الدائره. فخلينا نطلع نقطه بدايه انه الشخص المبتز هو شخص قريب مصرح فيه معروف فيه. الوهله الاولى انا ما بتخيل ابدا انه ممكن تكون الاذيه منه، لاني اكيد كانسان واعي ما راح اسمح لشخص غريب جاي من برا يمارس علي هي الاشياء المؤذيه. هلا دكتوره خلينا متفقين انه بس اشتغلت العاطفه عند الشخص، بس اشتغلت عاطفته تجاه شخص ثاني غاب العقل عن التفكير وعن معرفة الصواب بهي العلاقة. لهيك منلاقي حتى الأطفال بيستغلوا أهلهم بيبتزون عاطفياً، طفل بيبكي بيصرخ إن كان بلغة التهديد أو الغضب، إما بتعمل له يلي بده إياه. هيك لحتى نحن وكبار لسن المراهقة لحتى نكبر لحتى هدول الأشخاص يلي بيخلقوا للأسف هنون ربوا على امتصاص الدماء حواليهم. لهيك خلينا نعرف اليوم كيف نحن بدنا نقاوم هدول الأشخاص، يعني بدنا نشغل العاطفة وبنفس الوقت العقل. شخص أنا بحبه كيف بدي قاوم إنه هو ما يتلعب فيني نفسيا، يعني ما أنا أتعرض للابتزاز العاطفي وبالتالي تدهور العلاقة وتدهور أنا وصحتي وإلخ. تمام. طيب خليني صديقتي قبل ما أقولك شيء لك السؤال اللي أنا بدي رأيك في أسألك إنه ليه هدول أصلاً بيعملوا علينا هذا الابتزاز؟ ليش؟ شو السبب إنه أطفالنا أصدقائنا شركائنا حتى ليه بيعملوا علينا هذا الابتزاز؟ عنا كتير إحداثيات. أولاً من الإحساس بالتسلط والقوة، يهيئ للشخص المبتز إنه هو إذا كان حاكمنا بما يعني هو بمفاهيمه إنه أنا القوي وأنا كلمتي اللي بتمشي عليه. شوفوا كيف أنا بقدر خلي فلان يسمع كلامي ويعمل اللي بدي إياه. اثنين هو الحالة من الفقد للخوف. ممكن يكون هالشيء من الطفولة دكتورة، من الطفولة من النشأة، يعني هو ما بيخلق مع الشخص على كبر. هلأ ممكن يكون في منهم بعض الأطفال كان عم يتمارس عليهم هذا الابتزاز. حاعطيكي مثال كتير بسيط. أنا كأم ماما إذا بتكتب واجباتك أنا ممكن أخذك مشوار، أنا بلشت حالة الابتزاز العاطفي شيء مقابل شيء. طيب أنا هذا الطفل رح يكبر ويمارس معي هالعادة وبعدين رح تصير حالة من سلوك حياته رح يكملها مع شريكه ومقية حياته. فغالبا قال هذا الشخص بده يستمد او يفرض القوة. اثنين هذا الشخص ممكن يكون جبان وبيخاف فبرأيه انه انا طوال ما انا موجودة معه شو من كانت صفتي فانا هو عم يستمد القوة مني. ثلاثة هو عم يتلاعب فيني ويتغذى فيني عاطفيا. بعض الاشخاص بيكون عندهم نقص عاطفي كبير جدا فبيتغذوا من الاشخاص المبتزين، يعني انا بحبك خليكي جنبي لا تتركيني، انت اذا بتروحي انا ما بتعرفي شو ممكن يصير فيني. تهديدات العاطفية والعقاب، انت اذا بتتركني ما بتعرف انا شو ممكن يصير فيني. تخويفك دائما انه انا ممكن انتهي اذا انت تركتني. هي الاشياء كلياتها الشخص المبتز غالبا رح ترجع انه هو ما عنده ثقه بنفسه، ما عم يقدر يتحكم بمشاعره وعواطفه فعم يستمد ويتغذى من الطرف الاخر. كيف ممكن نحن مثل ارجع لسؤالك عزيزتي نوقف هدول الاشخاص؟ دائما وابدا بنقول طريقة حدود الطبيعية للحياة. لو كنت أم، لو كنت زوجة، لو كنت شريك أو كنت صديق، هذا لا يعني أني أنا أفتح حدودي للأشخاص الآخرين. حدودي الطبيعية الواضحة، أنا إنسان أتمتع بحدود، وكلمة لا لموقفك لسلوكك للتصرف هي لا تعني أنه أنا بكرهك، أنا رافض هذا الموقف، أنا ما بقبل أنك تحط علاقتنا هي محك أو هي عبارة عن تقايد بموضوع أنه بتعمل لي إياه أو ما بعمل لك إياه، بتساوي لي إياه أو ما بتساوي لي إياه. فكلمة لا على التصرف وليس للشخص الآخر. دائما لما بشعر حالي بلشت تكون ضحية للابتزاز، طبعا هذا عنا إشارات تشعر أنه أنا صرت ضحية. هعطيك الإشارات على السريع. هذا الشخص اوعك تتركني انا بموت، اذا انت ممكن تعمل هيك انا ممكن اتدمر، انت بهون عليك انه انا اتدمر؟ او بيلعبوا معنا الجمله السحريه، انا قديش قدمت لك؟ نتيجه الشيء اللي قدمت لك يا لازم انت تضل معي هلا، فبصير في عنا يعني مسك لهي المشاعر. فانا هون بس شعرت نفسي انه انا صرت ضحيه، فورا اطلب ان المساعده من الاشخاص، ويفضل يكونوا اخصائيين نفسيين حتى يساعدوني بهي الاشياء كلياتها. فيما بعد انا دائما احط الحدود، اعرف حالي كيف لازم اطلب المساعده، اوقف هذا الشخص عن تمادي واستغلال العاطفي لي حتى انا فيما بعد ما اكون شخص مؤذى نفسيا. طيب بالنسبه لهي العلاقه اللي فيها ابتزاز عاطفي او نوع من عدم الاستقرار العاطفي،
شو نهايتها؟ شو النتائج السلبية سواء كانت على الضحية أو على المبتز؟ خلينا نوضح أكثر. هلا غالبا صديقتي يا أما هي العلاقة بدها تنتهي وبده يطلع فيها شخص يعني مستغل مستباح جدا ومتآذي نفسيا ومعنويا من هي العلاقة، يا أما بده ينضلوا هدول الشخصين عم يتغذوا من بعض، يعني أنا بعطيك وأنت بتعطيني، فغالبا بتلاقيهم مستنزفين طالعين عم يطلبوا المساعدة إلا للشخص اللي يوقف يقول خلص أنا ما عاد أقبل إني أنا أكون ضحية، ما عاد في مجال أساسا إني أنا أقدم أكثر، لأنه حيكتشفوا بالمراحل الثانية الشخص اللي عم يكون على الابتزاز رح يفكر حاله هو محور الكون بالنسبة للطرف الآخر، ما بيقدر يقعد بلاي، بيموت إذا أنا ما كنت معه، ما بيعرف يعمل شيء بدوني، هذا الشخص أنا محور حياته، بعدين رح يكتشف إنه هو كان وجبة كتير دسمة هو كان عم يتغذى فيها إلى أن انتهى منه. غالبا بعض الاشخاص المبتزين لما بينتهوا من الوجبه اللي نحن هو خلصوا منها خلصوا من عطاءاتنا بيبلشوا بينتقلوا لحاله ثانيه، اذا كانوا اطفال وكبروا بينتقلوا لممكن صديق، اذا كانوا ازواج ممكن ينتقلوا لشريك اخر، اذا كانوا اصدقاء ولاحظوا انه نحن ما عاد في عنا عطاء فممكن يكتفوا منا وينتقلوا لشخص اخر لسه عنده امتلاءات اكثر، فنحن هون اللي بنطلع مدمرين ونبلش نطلع بالشعارات تبع استغلني كنت معه كثير منيح اخذ كل شيء حلو عندي وبعدين رماني، فبتطلع بالنهايه علاقه كثير مشوهه، وبنرجع للكلمه اللي تفضلت فيها سرطان العلاقات، يعني هو فاتك بالعلاقه مؤذي ومدمر ونهايتها كثير مؤلمه بتكون. يعني بناخذ دور الضحيه وبنكون نحن بنفس الوقت اللي جنينا على حالنا، ولكن للأسف. اليوم دكتوره اي شخص بده يوقف الشخص الثاني عن الابتزاز ويقول له لا ويرفض هذا الابتزاز للاسف هو بصير شخص توكسيك بقصه ذاك الشخص طبعا. المبتز طب انا كيف بدي ارفض هذا الابتزاز؟ بدي ارفض اني انت تمتص هي المشاعر اللي عندي وتستغلني بدون انا ما اكون شخص توكسيك بحياتك؟ هذا الشيء برأي الشخص اللي عم يبتزنا انه بصير بيطلع بيحكي علينا هاي الالفاظ وبحسسك بتأنيب الضمير وبالعذاب وبتفكري انت تسكري الباب بس بيكون ناطرك انت برا جلد الذات وتأنيب الضمير والخوف. مو بس هيك بهيج عليك المجتمع اللي موجود برا، انا شفت شو عمل فيني، فمو بس بيكتفي انه هو بيأذيكي نفسيا لا، انما بيطلع بيطلع شهود على الواقع السيئة اللي هو عمله وببلش بيحكي احاديث واقاويل عنك شو عملتي وشو ساويتي كيف استغنيتي، حط لي اياها بين قوسين كيف استغنيتي عنه بالوقت اللي هو كان بحاجة، طلعتي قليلة أصل ونكرت لأشرب. طبعا هاي ناهيك عن أنه ببلش بأساليب الثانية اللي هي عدي لقلك الصمت العقابي اللي هذا المؤذي تماما واللي ببلشوا أكثر شيء الأزواج مع بعضهم أو حتى بعض الأمهات مع أولاد أو أطفالها بالبيت، ثانيا ببلشوا بيطلع بحالة أنه أنا رح أؤذي نفسي وهذا شيء انت رح تتحمل ثوابه، انه انت اللي كنت السبب انه انا اذيت نفسي، وبالتالي بيستجدي عاطفه الاخرين وبخلي الاخرين يلوموك حيرجع يجيبك لنفس المصيده. كيف انا بدي اتخلى عن هذا الموضوع؟ اكيد يا بدي تكون عندي قدره كثير قويه وعاليه على اني اتحمل الاجراءات السيئه الى ان توضح الحقيقه، فيما بعد هذا الشخص رح ينعرف انه هو مبتز وممتص للطاقه وشخص عم يربى على اكتاف الاخرين، لما فيما بعد الاخرين رح يعرفوا انه هو تركني وراح اخذ ضحيه ثانيه عم يتغذى على حدا ثاني، فحيبين لكن حيكلفني هذا الوقت اتهامات اصابع مشاره الي احساس بالعجز بالخوف بالتساؤلات الكثير ليش هيك عملت وحرام عليك وهيك بتعملي بالناس اللي بحبوكي و و و من الاشياء كلياتها الى ان اتعافى انا نفسيا واشتري نفسي، وبالتالي اكيد انا هون فورا بحاجه صراحه طلب مساعده اخصائيين اشخاص ثقه اقدر انا اكمل معهم هذا الشيء. تمام. هلا كمان من النتائج اللي بنلاحظها اليوم نتيجه الابتزاز العاطفي انه الشخص ممكن يفوت باكتئاب حاد بانعزال بعدم ثقه بالاشخاص اللي حواليه او حتى يمكن هو ما عنده بقى القدره او الثقه انه يتعرف على ناس جدد بحياته. طيب كيف ممكن يرجع يكون علاقات اجتماعية مهما كان نوع هي العلاقة بطريقة صحيحة كرمال يمكن ما يرجع يتعرض للاستغلال بعد يمكن ما فقد هي الثقة؟ هلا يا صديقتي فكره انه نرجع نبني علاقات بعد ما كنا ضحيه مبتزه ما سهله ابدا بصراحه، يعني موضوع الثقه وحاجز القوه والثقه بالاخرين بينكسر وبتهشم بشكل كثير مريع، وبالتالي اذا انا بتوقع انه كلياتنا صرنا بيوم من الايام مرقنا بهي الحاله انه كنا اشخاص ضحيه لحدا عم يبتزنا، فبتلاقي انه لما بندخل بعلاقاتنا الجديده بنكون كثير حذرين كثير خايفين لدرجه انه نفقد متعه العلاقه الجديده، اصدقاء، شريك، شو من كان نوع العلاقه اللي فايتين فيها، نفقد متعتها من الخوف، لانه دائما في صار عندنا اسئله عم تدور ببالنا، دير بالك ما يكون عم يستغلك، انتبه ما يكون عم ياخذ المحبه اللي بيناتكم لحتى يمحورك،
اي حركه بيطلبها منا الطرف الاخر بنصير كثير حذرين وبنفسرها الى ان نوصل لمرحله نوثق تماما انه هذا الشخص فعلا عم يحبنا لذاتنا، يعني هو ما عم يتغذى علينا، هو ما هو شخص عم يستعملنا ليطلع على كتافنا او حتى يكون هو نحن مصدر عاطفه وعطاء بس لإله. بنجرب شيء بنطلب منه، يا ترى عم يعطينا مثل ما عم ياخذ، يا ترى اذا غبنا هذا الشخص ممكن يستفقدنا لذواتنا مو لعطائنا، يعني مو بس لانه انا بحبك شو بتعطي، لا بحبك لشخصك انت. اذا رفضنا العطاء بدون اي مبرر بيقبل ولا ممكن يحاربنا بهذا الشيء؟ موضوع كسب الثقه واعاده بناء العلاقات مع الاخرين بصراحه بهيك مراحل بعد هيك علاقات مبتزه بده استشارات وبده مساعدات اخصائيين لحتى نكون نوعا ما امنين بحسن الاختيار فيما بعد. طيب دكتوره، كمان اتفقنا انه كل الاشخاص بصير بيناتهم مشاكل وبصير فترات صمت، بصير فترات هجر، بصير مشاكل كثير كبيره. طب انا كيف بدي افرق هاي المشاكل انه انا عنده الشخص عم يبتزني ولا ارجع انا حل المشكله ولا انطره هو اللي يحل المشكله، خصوصا انه في اوقات حالات مستفزه بصراحه هي انه الرجل بينتظر مبادره المراه لحتى هي انه تصلح المشكله وهي اللي تكبر عقلها وهي اللي تحافظ على هي الاسره او على هي العلاقه او حتى بين اي شركاء، بينطر الطرف الثاني حتى لو كان هو غلطان. طب هون تحت مسمى العشره خلينا نقول والاصول، وانا ابن اصل وبدي اطلع جدع وابضاي وما بدي انزع مع هذا الشخص، شو لازم اعمل بحيث انه انا يعني شريك بس مش بايع نفسي؟ تمام. اول شيء خلونا نتفق انه اللي بحبك ما بيزعلك، وقد ما صار في خلاف بينك وبينه اكيد بنهايه هذا النهار رح تلاقي اي طريقه لحتى انت تتواصلي معه وتفكي هذا الموضوع. ثانيا اللي بحبك ما بيصالحك وبيحط مقابل هذا الصلح شروط انه انا اذا بتعمل لي هيك ممكن صالحك او لانك عملت هيك انا ممكن صالحك. النقطه الثانيه مين المبادر اللي بده يكون؟ دائما بيقولوا لك نفسيا المبادر بالصلح هو اقوى اذا حط اسبابه قبل المبادره، انا عم صالحك لانك انا بعرف حتقدر، يعني دائما نحن بنقول نعطيه من نيه ونحن عم نحكي معه. هي الاسباب كلياتها لما بيشرح وبكون انا شخصيتي اساسا واضحه، انا ما صالحتك لاني ما بقدر اتخلى عنك، صالحتك لانه انا بدي احافظ على هي العلاقه، طبعا بدون شروط بدون قيود بدون اي شيء، عمل لي لاعمل لك ساوي لي لساوي لك. هون ممكن انا اعرف اذا هذا الشخص فعلا بحبني، بده يعني عم بيحاول يحافظ على هي العلاقه. ودائما بنقول الحوار والنقاش اللي دائما صريح، لا تستنوا بعض على فكره انت زعلان ولازم لحالك تفهم وانت اكبر، لا انت اصغر، لازم انت اللي تراضيني وانت اللي تبدا. دائما المبادر هو الاقوى اذا كان اسبابه قبل منه ومشروحه قبل منه. اكيد نشكرك كثير دكتوره غاليه لانك ضويتي على هذا الموضوع المهم، الابتزاز العاطفي. شكرا لك ولوجودك معنا اليوم. شكرا لك دكتوره غاليه، واكيد شكرا للمعد رامي الدوي على طرح هذا الموضوع المهم يلي اليوم كل المجتمعات وكل الاشخاص وكل العلاقات بيعانوا منه. شكرا لك.